خصوصية. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تربيت على أني أسمع الإذاعة من الصغر، والدي الله يرحمه كان دائما ما يشغل الراديو على إذاعة صوت العرب، إذاعة الشرق الأوسط، البي بي سي باللغة العربية، فكانت الإذاعة هذه يعني من الصبح وإحنا بنسمعها دائما قبل أن نخرج إلى المدرسة، وفي إذاعة مدرسية، فكانت الإذاعة بالنسبة لنا حلم، حلم جميل. فلما دخلنا الإذاعة كان بدون تخطيط، ولكن كان الدرب سالك نوعا ما. الإذاعة هي كانت الملهمة الأولى بالنسبة لي، وكانت هي الوسيلة الوحيدة التي تربطني بها عشق، علاقة إلى درجة العشق. الراديو هو رفيق الأسرة، رفيق ربة البيت من الصباح، من أول ما تصحى من النوم إلى أن تعد وجبة الغداء وتنتهي من عمل البيت، والراديو رفيق لها. الراديو رفيق لسائق التاكسي، الراديو رفيق معك في السيارة، رفيق في المكتب في بعض الأوقات، يعني رفيق درب. فوجدت فعلا هو كانت هذه الوسيلة ممتازة جدا في ذلك الزمن بالذات كي ترقى بمستوى المجتمع. دور الراديو كبير جدا في التأثير على المجتمع في فترة الحرب، في الفترة هذه الراهنة بالذات. الأصدقاء نظرة وابتسامتهم فسلام. يسعدني جدا أن أفتتح هذه الحلقة. ولكن في نفس الوقت لم ينهض بالفئات المختلفة من الشعب في هذه الفترة اللي هو محتاج فيها إلى، يعني إحنا كنا نعتقد أو يعتقد المستمع أن الراديو سند له في بعض المواقف الحياتية، فيمكن هذا الدور اختل نوعا ما في فترة الحرب. أكيد الحرب لها تأثير كبير على عمل الراديو وعمل الإعلام ككل، لأنه كان في شيء من التحيز، في شيء من عدم، يعني نقدر نقول إن هو لم يراعي المجتمع بجميع فئاته. في اعتقادي الراديو يبقى هو الوسيلة البارزة التي لها دور مثلا في التواصل مع المتلقي، رغم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، رغم وجود المواقع الإخبارية، الصحافة المقروءة والمرئية، لكن الراديو يبقى أيضا دوره كبير جدا، لأنه يتواصل مع المتلقي ورغم الظروف الصعبة، رغم مثلا حتى إذا حدثت هناك حروب وأزمات، انقطاع النت، انقطاعات الكهرباء، يبقى الراديو مستمر يؤدي الرسالة، وهذا أعتقد ميزة جيدة للراديو في التواصل مع الجمهور في كل الأزمات وكل الظروف. الراديو في فترة من الفترات اللي هي البداية، العاملين فيها كان من الجانب، كان الجانب الهندسي أو الجانب إذاعي، يعني اللي هم المذيعين، يعني كانوا بيبذلوا جهود جبارة بالإمكانيات البسيطة الموجودة. هؤلاء نهضوا بالعمل، يعني اشتغلوا بنقول بجهد جبار حتى تسمع الراديو، يعني من أشياء بسيطة جدا وإمكانيات قليلة وشحيحة جدا إلى أشياء ممكن أنت تدخل فيها في مهرجانات عربية على مستوى الإذاعات العربية الأخرى، فهذا كان يعد اليوم شيء كبير جدا. نتمنى أن يعود الدور الريادي للإذاعة في خدمة المتلقي، الخدمة التي يتمناها الجميع. من أجمل ما قيل وردد من يوم تجلت كلمات في نفس الشاعر وخرجت لتكون شعار المحبين للحياة.